السلام عليكم، مرحبا متتبعينا الكرام، اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب دوت كوم. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. شكوك حول اصابة نجم بارز في المنتخب الوطني المغربي. انهت عناصر المنتخب الوطني المغربي الحصة التدريبية المسائية التي اجرتها يوم الجمعة تحضيرا لمواجهة ملاوي يوم الثلاثاء القادم ضمن الدورة الثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا. وحسب الأخبار القادمة من الكاميرون، فإن الحارس ياسين بونو غادر الحصة التدريبية واضعا كيس ثلج خلف ساقه اليمنى، الأمر الذي أثار شكوك حول وجود إصابة عضلية قبل مباراة دور 16. وأجرى المنتخب الوطني المغربي حصتين تدريبيتين يوم الجمعة، واحدة صباحية والأخرى مسائية، ما يرجح فرضية عدم وجود إصابة مقلقة لبونو وإمكانية وضع للقطعة الثلجية من أجل الاستشفاء. ويشار إلى أن مران المنتخب الوطني المغربي يوم الجمعة عرف انخراط المهاجم رايان ماي في التدريبات الجماعية مع اكتفاء الظهير سفيان عكلوش بالركض، فيما غاب فيصل فجر عن الحصتين التدريبيتين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.